قال الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير. وقد أورد المفسرون أن سليمان عليه السلام كان يتخذ الهدهد ليرى له موضع الماء. الليلة لو دار تحفر بير خاصة في المناطق البعيدة من البحر لابد تعمل دراسة ويحفر ويشوفوا البير يكون طوله كم إلى آخر. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة أن هذا الهدهد يرى الماء وهو في باطن الأرض، فيخبر سليمان عليه السلام، فيأمر سليمان عليه السلام الجن فيحفروا المكان الذي أشار إليه الهدهد فيجدون الماء. وهذا فيه أن سليمان عليه السلام مع عظم مقامه وواسع ملكه أنه لا يعلم الغيب، لأنه لو كان بيعلم الغيب ما احتاج للهدهد إنه شنو يقول له والمحلة دي فيها موية والمحلة دي ما فيها موية. ودي أخواننا طيرة، ربنا سبحانه وتعالى جعل آية من الآيات. فلا يعلم الأنبياء والمرسلون الغيب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. دي ثلاثة حاجات ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ للناس. أول حاجة شنو؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لأنه في كثير من الناس بيقول لك المطر دي عند الشيوخ والفقراء، زي ما قال واحد هنا بيقري في جامعة أم درمان الإسلامية اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر، قال نحن في السودان بعد مرات بنمشي للشيوخ بندفع البياض قال بدون المطر، قال والمطر ذاته قال بالقروش، قال تلقى حواشتين سوا بيناتهم تقند أو ترس، قال فيهطل المطر ها هنا وتحرم أنت وما بينهما إلا السراب، لأنه قال داك دفع البياض وانت ما دفعت. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، وهل قال أسأل الله وهابي ولا قال الإمام مالك ولا قالوا الصحابة؟ قال منو يا أخوانا؟ قال أسأل والله منو؟ الله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي مصيرهم وين؟ سيدخلون جهنم داخرين. وربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. شوف الكفر بالله والإلحاد والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الموية دي ربنا سبحانه وتعالى بنزله على العباد، وهو الذي ينزل الغيث ده الله من بعض ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت بالحديبية صلاة الصبح، قال ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: أو تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ده مش قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ده قال بتسأل الله وما بديك مطر. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتفقد الطير،
فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي هل حجبه عني كثرة الخلق والرعية أم أنه من الغائبين؟ قال لأعذبنه عذابا شديدا، قال العلماء وهو نتف الريش وأن يوقف في الشمس، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما جاء الهدهد كما قال أهل التفسير أخبر بمقالة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قالوا له سليمان عليه السلام توعدك بالذبح، فقال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، قال إذن نجوت. ربنا سبحانه وتعالى قال قال أحط بما لم تحط به، وده برضو فيه دليل يا أخوانا إنه الأنبياء ذاتهم ما بيعلموا الغيب، وإذا كان نبي ما بيعلم الغيب إخوانا يجينا الشيخ بتاع طريقة خليك من إنه صالح طالح في الجنة ولا في النار، كلامه ده حكمه شنو؟ هل ده الدين كده؟ قال الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عشان كده ربنا قال عن الأنبياء في سورة المائدة كل الأنبياء ربنا قال يوم يجمع الله الرسل، والرسل السادات ومرتبتهم أعلى من الأنبياء. ربنا قال فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الملائكة قال قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا شنو؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ديل يا أخواننا سادات الأولياء، ما هو الصالحين ديل أعلاهم الرسل من البشر وبعدهم الملائكة، الملائكة بعد الرسل. الملائكة قالوا لا علم لنا، الرسل قالوا لا علم لنا، والجن ربنا قال في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما نعلم ماذا يراد بالخلق. فالجن والملائكة والرسل لا يعلمون الغيب، كيف يجينا واحد الآن يقول بيعلم قوماك نزاور للأولياء الأقطاب؟ والكلام ده أخواننا قصائد، الناس اللي لما كتبوها قالوا اللي بيعتقد الجو القصائد دي بيدخل الجنة ونشروها، مش على أساس إنه خجلانين منها، على أساس إنك لابد تسمعها عشان تخش الجنة، لو دار تخش الجنة تخشها بالقصائد دي. عشان كده اللي كتبوا القصائد عملوا لهم قصيدة تانية في القصائد سموها إبل المشرفات لليوم الآخر. طبعا يوم القيامة أنت لما ربنا يعني يحشرك ما بتلقى لك ناقة وتنط فيها تمشي المحشر، صح؟ هو قاصد شنو؟ هو قاصد إنه القصائد دي من الأعمال الصالحة اللي بتوصل الجنة. يا تو أعمال صالحة، قال قوماك نزاور، هل ده صالح؟ للأولياء الأقطاب ليهم نشاور؟ وطبعا دي عقيدة يا أخواننا من عقائد المتصوفة، بيعتقدوا إنه الكون ده مقسم في أو في نجبة وفي أبدال وفي أوتاد وفي أقطاب وفي غوث، قسموا الكون. الغوث ده الوكيل أو السكرتير حق رب العالمين تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. بعده في أربع أقطاب، ده بينزل للأربع أقطاب الأمر. الأقطاب بعد ذاك عندهم أوتاد، والأوتاد عندهم نجبة، وهكذا لغاية ما تجي للفكي بتاع الحلة، وكله كذب. الإنسان لو دار يسأل الله سبحانه وتعالى ما عليه إلا أن يرفع يديه. ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى ما عنده وكلاء ولا عنده شركاء ولا عنده معينين ولا وزراء ولا مستشارين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهو الحكيم القدير العليم الغني الحميد الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي خلق الخلق والنجب والأوتاد والأقطاب المزعومين الكذابين الأفاكين اللي بيخترعوهم الناس ديل ذاتهم محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. يصيبهم ما يصيب بني آدم من المرض ومن الجوع ومن التعب ومن الحوجة إلى الأولاد والحوجة إلى الزوجة وقضاء الأوطار إلى غير ذلك. تلقى الشيخ الناس بينادوا، شيخ الناس تلقاهم بينادوا وتلقاهم ماسكاو حمى الليل كله يغني، وفي زول لما عربيته تغرق توحل بينادي في الشيخ، في واحد تاني في البحر بينادي في الشيخ، في واحد مركب في الدكان صورة الشيخ. خليك من انه صالح ولا ما صالح، هل ده بيقدر ينفعك او يضرك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني لما المصيبة تقع هل بيكشفوها، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، يعني أنا اللي بخليني أمشي لمخلوق عشان أنزل به والحوائج والمسائل والأمنيات اللي أنا دائرة، إما يكون إذا نزلت بي مصيبة بيرفع مني، أو لو نزلت لي رحمة هو ممكن يمسكها، عشان كده أنا خايف منه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما بيقدر يعمل واحدة من الاثنين دي. قل حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الإنسان كل ما تعلم التوحيد والعقيدة كلما ازداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وكلما قوي قلبه وإيمانه، وكلما انصلح حاله وانشرح صدره، وربنا سبحانه وتعالى ييسر أموره. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهم ناس حمير من اليمن. قال إني وجدت امرأة تملكهم، قال دي أول مخالفة لقيت على الناس ذيل، وشي عجيب إنه ما لكاهم مرأة. إني وجدت امرأة تملكهم، وقال هذا الكلام على سبيل الإنكار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه عامة لأن قوم جاءت نكرة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة نهائيا. قال وأوتيت من كل شيء أي من لوازم الملك، ولها عرش عظيم، لكن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا شنو لا يهتدون. المصيبة قال لقيتهم بيسجدوا للشمس، والشمس مخلوق لله سبحانه وتعالى، عشان كده إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام لمن داير يناظر قومه وكانوا يعبدون الأصنام، منهم من كان يعبد الأصنام في الأرض وذيل عندهم مناظرة برام، ومنهم من كان يعبد الكواكب، والاثنين ناظرهم وأقام عليهم الحجة. أما أصحاب الكواكب ناظرهم في سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب واضمحل قال لا أحب الآفلين، يعني ما ممكن يكون إله ويضمحل،
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، حياته كاملة. كيف؟ لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها النقص والنعاس والنوم. انت بني آدم عمرك كم؟ 60 70 80 100 950 سنة، 1000 سنة. قبل 1000 سنة ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعديها كل من عليها فان، وفي النص أمراض وضعف وشيبة ونعاس ونوم ومرض. لكن الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة. عشان كده إبراهيم قال لهم لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن، ما معناه زي بتاع امبارح ما بينفع ولا بيضر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. معناته شنو الكلام ده؟ معناه ناس هوي صحوا يا النايمين، اللي بتعبدوه الكواكب دي مخلوقة بتضمحل وتذهب وتغيب وأنتم في ضلال مبين. ربنا قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني ده أكبر واحد في الآلهة التي تعبدونها. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وما أنا من المشركين. ربنا قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم إلى صراط مستقيم. ربنا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، وده 18 نبي، ولو أشركوا 18 نبي ديل وحاشاهم. ربنا قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إخواننا ما في قضية في القرآن واضحة وفيها أمثال، غالب أمثال القرآن في التوحيد، غالب الأمثال التي وردت في القرآن في التوحيد، عشان بعدين يوم القيامة الإنسان ما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دي ما حجة. الإنسان لابد أن يتمعن في هذا القرآن. والشرك يا أخواننا العلماء قالوا في اللغة مأخوذ من الشركة، والشركة هي الجزء والنصيب، وهي الضم والخلط. نحن 4 أو 5 أنفار بنشارك، مثلا يقول لك مشاركين في الضحية، جابوا حاشي ولا جابوا لهم بقرة عجل، 7 أنفار مش بجوز يضحوا به، دارين يضحوا، بيقوم أي واحد بيقوم بيدفع جزء، بيدفع سبع، بيضمون مع بعض، دفعوا جزء، ده المعنى الأول. المعنى الثاني ضموا
القروش دي بقى ثمن العجل. لما يذبحوا العجل بيعملوا شنو؟ بيوزعوه ويقسموه، ده الشرك ذاته. هذه هي الشركة في اللغة. حق الله عز وجل العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده حق ربنا. فإذا شلت حق ربنا سبحانه وتعالى أديته للمخلوق، كده شاركت ربنا سبحانه وتعالى غيره في حقه ولا ما شاركته؟ زول جاء اداك 100,000، قال لك دي حقة أولادي، لك الله ما تدي أي زول، البقية الناس أنا برسل لهم براي. قمت أنت شلت 10 جنيه أديت اللي بتاع الدكان، الزول ده سألك قال لك الحاصل شنو؟ أنا ما قلت لك القروش دي كلها أديها للأولاد، ما حيرضى منك، حيزعل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ربنا قال انت زول جبتوا يخدم لك أو جبتوا يبني لك أو زول أجرته أو زمان كان في ملك اليمين خادم بيشتغل لك، ربنا قال هل بتخاف منه زي ما بتخاف من الشريك بتاعك؟ هل بتخاف انه يقاسمك البيت ويقاسمك الزوجة ويقاسمك الولد ويقاسمك المال؟ هل بترضى؟ هل بترضى؟ ربنا قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من نفسك، يقول لك يا زول هوي ما برضى، والبتاعة دي أنا قاعد فيها 20 سنة ودي أنا ضربت فيها بالعكاز واشتغلت فيها محاكم ما بيرضى. لكن حق ربنا سبحانه وتعالى كيف؟ ربنا هو الخالق المالك المدبر، ده اسمه توحيد الربوبية. ما دام هو ربنا خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات، ربنا سبحانه وتعالى يدعى ويصلى له ويزكى له ويصام له ويحج له ويخاف منه ويتوكل عليه ويرغب إليه ويرهب منه ويخشى عذابه وترجى رحمته ويلجأ إليه ويستعاذ به ويستغاث به وينذر له، كل العبادات بالقلب باللسان بالجوارح كلها تكون لله. إذا أشركت مع الله ملك مقرب أو نبي مرسل ولو كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملك، ده القرآن كده واضح ما في لبس. بل يوم القيامة يعذب هذا الإنسان، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والليلة أنت لو جيت للأسف الشديد بلاد المسلمين، وده الشيء يا أخواننا المغلى علينا العيش والماحق مننا البركة والزائد علينا الأسعار والجايب لنا الأمراض والمطول علينا المسافات والناس زهجانة وتعبانة، يقول لك البيت كله بيمرق الصباح، الأم الفي شغالة، الولد الفي شغال، الشافع ذاته ما يخلوه يتم طفولته زي الناس، يشيلوا درداقة يخش السوق في الإجازة وهكذا. السبب شنو؟ ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. قال العلماء المفسرون كما قال ابن كثير رحمه الله الفساد غلاء الأسعار وجور السلطان وشدة المؤونة. عشان تلقى العيش، عشان تلقى الأكل، عشان تلقى حق الإيجار، تلقى الزول تعبان مارق قبل الصبح وراجع بعد العشاء تعبان. السبب شنو؟ ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. ربنا ليه بضوقهم الشغلة دي في الدنيا؟ لأنه عذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أصعب، الدنيا بتمش. ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعدين ربنا ما بجازين يا أخواننا بأعمالنا السيئة كلها، ربنا رحيم، ربنا بيذيقنا شنو؟ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان الناس ترجع وتتوب. قل سيروا في الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يروى في السير إنه أنس بن مالك رضي الله عنه مع الصحابة غزوا بلد من بلاد المشركين الكفار، وبعدين سنة ونص ما اتفتحت لهم حتى كاد الناس أن ييأسوا. بعد ذلك في يوم ربنا سبحانه وتعالى فتح على المسلمين، كان قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح فتح على المسلمين وتقاتلوا مع المشركين قتال شديد إلى ضحوة النهار وما صلوا صلاة الصبح. فلما انتهى القتال صار أنس رضي الله عنه يبكي يبكي، فسئل عن ذلك يوم ربنا سبحانه وتعالى فتح على المؤمنين ونصر عباد الموحدين، قال الصلاة ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها. الليلة كم من الناس يضيعوا صلاة الصبح؟ سبب من أسباب الرزق الصلاة. ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لو ربنا وفقك تمرق الصبح تلقى كثير من الناس إلا من رحم الله جاري حصل المواصلات صلى الصبح، ربنا بسهل لك، ربنا بيسر لك أمورك. اتق الله. ولذلك نرجع للقصة، الهدهد أنكر هذا الشرك، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الخبيئة البدس الإنسان في قلبه في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولذلك أخواننا دائما القرآن بيذكر آيات الربوبية، نعم ربنا سبحانه وتعالى على العباد وآياته الواضحات. ما دام ربنا هو المنعم على العباد والمتفضل فلماذا يعبد العباد غيره؟ واحد يقول لك زي ما قال عبد الرحيم البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة صفحة 119 مدح سيما إسماعيل الولي، قال إنا بخضب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. بالراحة كده النداء إذا وقعت المصيبة يكون لمنه؟ كل لله. الدليل شنو؟ ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالقرآن يا أخواننا بيذكر نعمه على العباد حتى يعرف العباد ويوقن العباد أن هذه النعم مردها إلى الله فيعبد الله. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ربنا سبحانه وتعالى من نعمه ورحمته بالعباد أنه يطعمهم وييسر لهم أرزاقهم، فهو الولي الحميد الذي يستحق العبادة. عشان كده إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي، أي هذه الآلهة عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت
فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعدين من عبد غير الله ودعاه ورجاه وتوكل عليه واستغاث به، ربنا سبحانه وتعالى بيخذل به في الآخرة. ربنا عز وجل قال: ويوم نحشرهم جميعا. هنا في الدنيا أي ناس بيكبروا كوم، يقول لك طريقتنا دي بتدخلك الجنة طوالي، وما في طرق في الدين ولا في جماعات ولا في أحزاب، في طريق واحد هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. تمسك التجانية بيجاي يقول لك: من أكل طعامنا دخل الجنة. كتاب والله بيبيعوه في السوق، في الدار السودانية للكتب، وبيديك له بيختم وفيه جمارك الكتاب، ما بعرفه مع الدولار ده عمل كم والله، وممكن وزا يوميا زايد كتاب. يقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاني يقظة لا مناما. النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا قد يأتي للمؤمن في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجيك بهيئة في السنة الوردت في السنة، وبتكون لك بشرى خير، لكن ما بجيب لك عبادة جديدة. يعني مثلا ممكن يقول لك في النوم مثلا قيم الليل، صوم الاثنين والخميس، يتصدق على المساكين، دي أصلا في الدين في صح ولا ما صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بجيك يقول لك في عيد جديد تعمله، ولا يقول لك في عدد جديد ذكر جديد تقول يا دائم 12,000 مرة، ما في كلام زي ده، لكن بوصيك مثلا بالعبادات عموما، عرفت؟ فده قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يقظة عديل كده قال، وده كل أخواننا مخالف للدين والقرآن. ربنا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. بعدين تلقاه بيزعل هنا ويقول لك: طيب دار الصوفي، طلعوا الرسول صلى الله عليه وسلم صوفي كذابين، قال: نيت لها أطوفي مش عاكستني ظروفي. طيب انت ماشي وين؟ ماشي وين انت ماشي؟ طيب هناك ماشي لمنو؟ ماشي لمنو؟ يقول لك ماشي أزور النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم جاك يقظة؟ يبقى هناك النبي صلى الله عليه وسلم قبره ما فيه شيء، بس جاك انت كل دجل ديل بيجاي، تمسك السمانية بيجاي. يقول لك الشيخ قال: من رآني في كتاب زهير الرياض، قال: من رآني أو من رأى من رآني أو من رأى من رأى من رأى من رآني إلى ثلاثة أو إلى سبعة دخل الجنة. يعني أنت مثلا هسي ما شفت الشيخ خلاص، لكن جدك شاف الشيخ، وأنت شفت أبوك وأبوك شاف جدك، كده أنت شفتهم بتخش الجنة. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفداه وحارب المشركين ونصر الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مش شافه ساكت، شافه في آخر اللحظة. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، حديث المسيب بن حزن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: وهما يقولان له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تخلي دي نبواتك زول يقول لك: والله احنا الفقراء ديل ماسكين فوقهم وما بيفكهم، والله اما الفقراء ديل البلد دي كان غدست اكثر من كده، لا فيكوا عليك الله، تغتس اكثر من كده تمشي وين؟ يقول لك الفقراء ديل ناس نجاط، ناس ما تلعبوا علينا يا اخي. فقراء بتاع شنو؟ الكون ده كله ماسكه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ربنا قال: ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما مات قال: لاستغفرن لك ما لم انه عن ذلك. ربنا نزل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكيف هل أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بيجاي.
تمسك بيديها الطريقة الختمية، كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب الكبير المسمى بالأنوار المتراكمة، عرفتها؟ الشيخ بيتكلم عن روحه، قال في نهاية الأبيات، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. والله أخوانا الكتب دي بيعوها في الدار السودانية وبيعوها في البسطة أم درمان، الجامعة الكبير بتاع أم درمان شرق طوالي، تمشي شرق طوالي الله يكرمك على الحمامات تلقى في مكتبة اسمها دار العلوم، علوم كلها بتاع الشرك تلقى فوق الكتب دي. يا في كتاب اسمه سراج السالكين طبعته وزارة الإرشاد والأوقاف والمجلس الأعلى للذكر والذاكرين بتاع الصوفية، قال أولياء الله الكمل ثمانية، أربعة باليمن وأربعة بالسودان. أول حاجة كده معناها الخاشين الجنة ثمانية بس، لأنه إذا ما بقيت ولي ما بتخش الجنة. ربنا قال في سورة مريم الله إذا خير، ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيوة قال بس في اليوم في السودان واليمن، والولاد يا أخواننا مفتوحة، ما على أسرة معينة ولا على طريقة ولا جماعة ولا حزب، الولاية دي أي زول اتقى الله سبحانه وتعالى وآمن بالله عز وجل وحد الله وجاب الصالحات، وما شرط ذاته يكون معصوم. هل يا أخواننا شرط الولي يكون معصوم؟ هل شرط يكون معصوم ما يقع في معصية نهائيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم شنو؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. تبقى ولي لله ماشي صح، بقيت كمساري، بقيت مهندس، بقيت دكتور، بقيت معلم، بقيت مزارع، بقيت بنا، بقيت سباك، بقيت شغال في أي شغلة، ده ما أكل بتاع عيش، مهندس ودكتور بتاع بترول ورئيس وزير وغفير ومزارع وغيره وغيره، ده عبارة عن أكل عيش بتاع دنيا عشان تأكل بها كسرة. أما عمل الآخرة ده براه. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما بالسودان أربعة، قال منهم دفع الله المصوبا جر الشمس مع الملائكة 30 سنة، قال والله وبالله وتالله الكتاب موجود عندنا الآن. شوف، وربنا قال شنو؟ ربنا قال والشمس تجري الشمس بتجري برا يا أخواننا، ربنا أسند لها الفعل، ما في زول بجرة. بعدين من ناحية بتاعت فيزياء ساي الشيخ ده لو قرأ جامعة عشان تعرفوا كالضب الناس أبشي هذا البيجاي ناس الجامعة عشان تجيب لها لجام، بس خلينا بس بلغتنا البسيطة دي، تجيب لها لجام كده يمسك الزمام تجربه والشمس ده يجيبوا له معدن من وين؟ المعدن بيسيح كله، الشمس دي حرارتها كم؟ يا ناس ما يلعبوا علينا. قال وجايبين في التلفزيون في قناة النيل الأزرق واحد قال أبونا الشيخ قصة جر الشمس شنو؟ قال عنده حوار اسمه جلوب، الشيخ قال لي جيب لي موية أتوضى لأنه صلاة العصر جات، ليه هنا ما في شيء؟ اللي يمشي يترسل ويجيب لي موية ويعينه على الطاعة ربنا يدي حسنات. قال لما مشى البحر التمساح أكل كويس؟ قال لغاية ما الشمس قربت شنو؟ قربت تغيب. وين قال؟ وين لا جلوك؟ قالوا لي جلوك التمساح أكل. قام مشى ووقف في البحر ونادى التماسيح كلهم. يعني الشيخ ده عنده معجزة نبي الله سليمان بيتكلم مع أي حاجة. شوف الكلام ده أول الباطل. قال لهم وين التمساح الأكل جلوك؟ مرق. قال له أمرق جلوك، ما بمرق، أمرق ما أمرق، قام مرقوا. قال بعد ذاك ضرب التمساح حجر بسيبح انقلب حجر ورجع الشمس وصلى العصر، بعد ذاك رجعها في محلة. طيب سؤال بسيط يا أخوانا، الناس القبيل صلوا العصر ديل يعملوا شنو؟ يعيدوها ولا واجب عليهم تاني؟ والخشي عليهم المغرب ديل، وفي ناس دارين يفطروا صايمين، يمكن يكون الاثنين والخميس ولا ايام البيض او زول عليه قضى او في رمضان، يحصل شنو؟ فده كل يا اخواننا كذب وباطل وضلال. دخل لي ده مش جابه كبيره، دخل لي. قال واما ود الطيب ود البشير في ام درمان ومرح، قال ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة. لو سألت أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط أفتح سورة المؤمنون، ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون ديل منه ديل أبو لهب وأبو وعقبة بن أبي معيط الآن جوا جهنم، الآن هم الآن جوا جهنم.
بيقولوا لك الله واحد عامل فوقه مسلم وعنده طريقة وناس بيتبعوه وداعي الدين، وبعد ده بيقول لك إنه مالك الكون. يا أخي الكون ده لو ربنا سبحانه وتعالى خلاه للخلق نص ثانية للطرب كله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ربنا الكون ده منظم نظام لا يبلغه عقل ابن آدم. ليلة الناس الناس تلقاهم بيكتشفوا، يقول لك بيكتشفوا ربنا خلق الكون كله في 4 أيام سواء للسائلين. خلقوا ربنا في 6 أيام أو 7 أيام. ليلة الخلق، ليلة الخلق بيكتشفوا وما بيكتشفوا. وربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال يعلمون ظاهرا، ما قال بيعلموا الحياة الدنيا كلها، لا لا، يعلمون ظاهرا. حتى حقيقة الحياة الدنيا ما عارفينها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك يا أخواننا الإيمان بالله المؤمن ده يا أخواننا ما بصدق. أبو لهب من عجائب المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما ذئب قال أراد أن يعتدي على، بينما رجل يحرث على بقرة قال التفتت عليه البقرة فقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. أبو بكر وعمر ما كانوا قاعدين، شوف الإيمان ده كيف إيمان جد. وبينما ذئب قد أخذ بشاة قال ولحقه الراعي فقال له الذئب هذه استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. لما حصلت قصة الإسراء والمعراج وربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر قريشا، طوال أبو جهل ما بليد دائما أزول المشرك بليد عقله ده ما بشغله. يا ربنا خلقك وخلق الكون، السماء ما وقعت في الوطن وانت بتاكل وربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تطحن وتقلب الأكل والأكل اللي يخش في, 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 في غرفة يكون حار وفي غرفة يكون بارد وفي شرايين بتشفط وفي أوردة بتمرق وانت قاعد ساي في محلك ده، الشغل ده كله شغال جوا، ده لو قلبوا لك مصنع جوا هنا انت راسك بطيش. وبعد ده تعارض في ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نجحك الموضوع ده ابو جهل قام فوق قال الليلة انا قال برجع كثير من المؤمنين في ظنه. فمشى له بكر الصديق قال له اولم تسمع ما يزعم صاحبه؟ قال له قال شنو؟ قال يزعم انه قد عرج او ذهب به الى بيت المقدس ونحن نقطعه شهرا ذهابا وشهرا ايابا. فقال له ابو بكر الصديق، شوف المؤمن كيف قال، ان كان قاله صدق، ده اول حاجه ده الايمان. بعدين قال له بالعقل، لو انت صحيح عندك عقل، قال له نحن نصدقه في خبر السماء، افلا نصدقه الى بيت المقدس؟ الاقرب السماء ولا بيت المقدس؟ الاقرب بيت المقدس ما في كلام. الليلة أبو جهل لو جو ركبوه ودوه مطار الخرطوم وركبوه طيارة ونزل في بيت المقدس بيتحير مش بيخش في صدمة. لكن شوف المؤمن. ولذلك يا أخواننا الواجب على الإنسان أن يصدق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم بهذا التوحيد وهذا الإيمان، وأن يعلم أنه هو الأساس. فإذا صلح هذا الأساس صلحت سائر الأعمال، وإذا فسد هذا الأساس فسد سائر الأعمال. ولا يكون الحساب إلا إذا صح هذا الإيمان. والإيمان ده يا أخواننا لا تقبل فيه التجزئة، يعني ما بحاسبوك من 5، لو 10 من 10 ما بيقبلوا منك تزعى من 10 و8 و7.5 ويجبروا لك الكسر. لابد إيمانك يكون 10 من 10، إيمانك تمام، تعتقد إنه الغيب لله، تتوكل على الله، ما يكون عندك حراسات. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه 9 تراه 10 تراه يبايعونه على الإسلام، دارين يخشوا. قال فبايع 9 وأمسك عن 1، 9
بايعهم على الإسلام، في واحد ما بايعهم. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ قال إنه إن عليه تميمة، حجاب يعني، حراسة. قال فأدخل الرجل يده فقطعها، ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. أمورنا كلها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الآيات فيها فوائد عظيمة، وتبين من الفوائد شدة غيرة الهدهد لما وجد الشرك. ولذا إكراما لهذا الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. غيرة بتاع الطائر، شاف ناس بيسجدوا للشمس المخلوقة المربوبة التي هي من خلق الله، فغضب وقال ونقل هذا الخبر العظيم لنبي الله سليمان عليه السلام، وكان هذا سببا في إسلام الملكة في نهاية الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهموم وأن ينفس الكروب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الضال وأن يتوب على المسيء إنه لذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.